تأتي فرادى من مستوى هذه الاتحادين إلى هذه المشاكل المالية الكبيرة على الإدارة الاتحادية؟ اولا على فكره انا موضوع انه قال الاداره الحاليه ما لها ذنب اداره انمار الحايلي، ايضا اداره حاتم بعيش لم يكن لها اي ذنب فيما حدث لنادي الاتحاد. اجل الذنب على مين يا ابو فهد؟ هذه مشكله، المشكله اللي هالادارات اللي من فتره طويله سواء عقد دي سوزا، عقود اخرى، صفقات. المبلغ ترى ما اقطع كلامك، المبلغ 500,000 يورو المتبقي اتوقعي، 500,000 يورو المتبقي. شباب اعطوني المبلغ كامل، مدربين طال عمرك يقالون، مدربين يقالون في نادي الاتحاد ثم يعاد التعاقد معهم بمبالغ مضاعفه. هذا ما يعني وين هيئه الرياضه؟ وين الاتحاد السعودي لكره القدم عن هذه المشاكل؟ طبعا الاتحاد القدم على مستوى كره القدم ما له علاقه في الامور الماليه بالنسبه لنادي الاتحاد، ولكن الهيئه الحقيقه في الفتره السابقه تتحمل يعني 90% من مشاكل نادي الاتحاد لأن لم يعني توجد حل مناسب. هي أتكلم على السابقة بالضبط، سواء حتى في عهد الأمير نواف كانت تعطيهم مسكنات فقط رعاية الشباب، وأيضا الهيئة لما تغير مسماها مع الأسف لم تتعامل بالشكل المناسب مع ديون نادي الاتحاد. بالعكس يمكن هيئة الرياضة أعطت الاتحاد قرض، وهذا القرض يمكن عليه فوائد وزاد المشاكل، وزاد المشاكل. فلذلك انت يا جماعه الخير مو معقوله الانديه بهذا الشكل تتمادى في الديون، ومثل نادي الاتحاد اللي طبعا كل مشكله. والغريب يا ابو سعد واخوي هاني انه كل مشكله تغلق ملف تطلع 10 ملفات صح، فهذه كانه في توقيت يعني وكان في شيء يحدث يعني خلف الكواليس. صحيح، و500 الف يعني انا ما اتوقع انه مبلغ كبير، ممكن كبير على الاتحادين حاليا في ظل المبالغ اللي 500 و505 ملايين، وهذه مشكله. هذه طيب خلينا نقفل هذا الملف، ملف الاتحاد كامل يبي له حلقات وحلقات.